سنة سودة من السحل ومن الضرب ومن الاعتقال ومن الاستشهاد. هي دي السنة، هي دي، هو ده العسكر، هو ده التقدم اللي احنا عايزين نشوفه، هي دي مصر اللي عايزنا نشوفها، هي دي اللي داخل رمضان. مفيش أي مظهر من مظاهر الفرحة ولا السعادة. كل الأسر كل البيوت فيها فقيد وفيها شهيد وفيها اعتقال. هي دي مصر.